تدابير أمنية مشددة تتخذ في العاصمة البريطانية لندن تحضيرا للألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد شهر، تحسبا لأي طارئ. أعدت السلطات قوات أمنية من مختلف الأجهزة من بينها كتائب من البحرية الملكية متمركزة في نهر تيمز جاهزة للتدخل السريع، وآلاف الجنود في البر، وأنظمة صاروخية من أجل تأمين التظاهر الرياضية. لندن جندت أحدث التكنولوجيات لمواجهة أي طارئ أمني، من بينها تكنولوجيا تسمح لأجهزة الأمن بالتحكم عن بعد في حركة السيارات. النظام قادر على توفير كما قلت أدوات لمراقبة السيارات وتحديد مواقعها، وعند الضرورة السيطرة عليها حيث ما اقتضى الأمر. وسيستخدم النظام هنا أيضا على بعض السيارات في سياق الألعاب الأولمبية. جهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5 أوضح أن الألعاب الأولمبية تعد من الأهداف الجذابة للإرهابيين، موضحا أن هذه الدورة لن تكون هدفا سهلا للمخططات الإرهابية بفضل التحضيرات الجارية، رغم استبعاده وجود تهديدات في الظرف الحالي باستثناء إمكانية هجمات إلكترونية.